باقي الشعب الجزائري اللي هو الأغلبية، وما نقبلوش السلطة هذه تحكم فينا ونديروا كما نحبوا ونسبوا السلطة كي تدخل الأماكن العامة بما في ذلك الملاعب. وصلنا إلى حالة خطيرة جدا. نقول لكم الشعب بالكوا بالكوا، تفرحوا كي سبوا السلطة. هادو لا وصلوا سبوا السلطة بالطريقة هذه معناتها راهم متحكمين، ما لازمش يتحكموا. احنا مهما كان أمام العالم، لأن العالم كيشوف باللي عندنا سلطة غير محترمة من طرف الشعب، وباللي يعني السلطات الدولة راهي مش محترمة، وباللي الشعب يسبها هكا على المباشر ما عندها ما دير له، غدوة راهم يجيو يهجموا علينا يا جماعة ويحكموا هاد الناس، يدعموهم ويعطيهم الأسلحة ويعطيهم كل القدرات اللي تمكنهم والمؤهلات باش يسيطروا على كل الأراضي الجزائرية. إذن هذه حبيت نقولها لكم، أنا مانيش هنا راني كما قالوا جماعة يضرب في الشيطة السلطة إطلاقا، مش أنا اللي نضرب الشيطة السلطة وندير وقت ما نحب وش نحب، ولكن لما يوصل الأمر لهذه الخطورة، لما يوصل الأمر ان احنا المؤسسه العسكريه، قيادات المؤسسه العسكريه والامنيه والحكومه وممثل رئيس الجمهوريه جاي باش يمد الكاس تاع رئاسه الجمهوريه، يمدها للفريق الناجح، يتسب هذيك الطريقه وبهذيك الطريقه المشينه، يعني معناتها حبوا يقولوا للعالم باللي احنا رانا هنا وارواحوا برك زيدوا دعمونا انتم برك وخاطيكم، غدوه نديروا انقلاب. هذا هو اللي حبيت نقوله، لان خوك خوك ولا يغرك صاحبك، وكي ترجع للصح والصح يا خويا نمشي مع السلطه تاعي حتى ولو كان مش عاجبني فيها بزاف حوايج، بصح ما نمشيش مع المافيا، هادو ناس مافيا.